الكرات على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة. تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. مرحبا بجميع المتوافدين على أرضية هذا الميدان، باحثين عن الفوز ومن أجل الانتصار ومن أجل الإثبات بأنهم قادمين بهذا الانطلاق المميز. ينطلق شوطنا الرابع أو شوطنا الخامس عشر حامل تحديات الابكار المحليات الاصايل. ننطلق بهذا الشوط لنوافي حضراتكم بالاسماء المتقدمه. هناك البداية ومقدمة الشوط، أبدأ مع الصدارة وأبدأ مع انطلاقة النايفة. تتقدم النايفة، يقدمها محمد بن غريب بن راشد بن مصبح الكتبي. يتقدم غايد فيلق الجبيب على المركز الأول. المركز الثاني هناك لهايب علي بن محمد بن سعيد بن حميدان الفلاسي، يأتي على المركز الثاني مقدما انطلاقة. هنا لهايب على المركز الثاني وممثلا ابناء العوير على ثاني المراكز. اما المركز الثالث وصلت وتقدمت الحذرة، يقدمها سيف بن قاسم بن محمد بن قيل العفاري. يقدم هنا الحذرة على المركز الثالث، ولكن الحقة وصلت لمحمد بن مطر بن حمد بن عنوده العامري غادما على المركز الرابع. المركز الخامس تدخلت ايضا الحذرة، احمد بن خلفان بن راشد بن قليطة القمزي قادما. وايضا الوصول على المركز السادس، وصلت وتقدمت هملولة سهيل بن محمد بن عبد الله بن بدر. يتقدم بهذه اللحظات وايضا الوصول مع انطلاقة وتحديات هذا الاسم القادمة بالانطلاق المميز هي عطوفة خليفة بن غانم بن محمد المري. يتقدم ليقدم هذا الاسم وايضا الوصول، وصلت وتقدمت وصل شعار بن ضبيب ليقدم انطلاقة بشاير محمد بن خليفة بن ضبيب الشامسي. والمركز التاسع على التدخل والانطلاق المميز من اللي وصلت هي صدى راشد بن حسين بن محمد بوليلة المري. والمركز العاشر اختم النداء مع انطلاقة من حاف منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. هذه العشرة المراكز الأولى، يا من تسمع النداء وما خلف العشر أسماء لم يعين موعد دخولها، ننتظرها هناك عند لوحة الإعلان. وبن قريب يسيطر على السيارة مع انطلاقة النايف محمد بن قريب بن راشد بن مصبح الكتبي. ركز 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 يا قايد فيلق الجبيب، ركز مع انطلاقة النايفة. النايفة في الموقع النايف في الموقع المرموق، لكن المركز الثاني حذاري من الحذرة. الحذرة وصلت سيف بن غاصب بن محمد بن خيلة العفاري قادم على المركز الثاني، والأسامي قادمة الأسامي قادمة. المركز الثالث أرى الوصول والانطلاق، وصل بالضبيب ليتقدم مع بشاير. هنا محمد بن خليفة بن ضبيب الشامسي ممثلا ابن زاخر ممثلا ابن زاخر. والأسامي قادمة، وصلت 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 صدى صدى راشد بن حسين بن محمد بوليلة المري قادم بهذه اللحظات. والأسامي قادمة وأيضا وصلت وصلت ديمة حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي قادم قادم بالانطلاق. والاسامي قادمه وايضا من حاف منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطيه. وصلت الاسماء وصلت الشعارات، ولكن بن قاصب مع الحذره مع الحذره. روح يا مالك الحذره، روح الى الانطلاق. سيف بن قاصب بن محمد بن خيل العفاري، يتقدم العفاري ممثلا ابناء المصانع ابناء المصانع الجنوب مع مال الحذرة مع طموحات الحذرة. ومالك الحذرة يقدمها على المركز الأول، ما تبقى إلا القليل. ولوحة الإعلان
1200 يا من تسمع النداء يا من تسمع النداء يتقدم من هنا تتقدم الحذرة يقدمها سيف بن قاصب بن محمد بخيلة العفاري ولكن صدى 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 هنا يقدم لنا صدى راشد بن حسين بن محمد بوليله المري وأيضا وصلت مياسة سهيل بن رملي بن محمد العامري وصل 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 ولكن البداية المركز الأول تقدم بالرملي تقدم بالرملي تقدم مع شعاره مع مياسة 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 سهيل بن رملي بن محمد العامري وصل أيضا المري وصل مع انطلاقة سدى راشد بن حسين بن محمد بوليله المري وصلت من حاف وأيضا القادمة تصريح ناصر بن معتوق بن ثنية العامري ولكن القادمة أيضا وصلت الأسماء ولكن بالرملي بالرملي مع الأمتار الأخيرة مياسة مياسة روحت من صغان روحت إلى الانطلاق مع هذا التحدي ولكن الأسماء القادمة المري بوليله المري روح إلى الانطلاق روح مع صدى 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 مع بداية الشوط مع الانطلاق الأول يقدم لنا صدى راشد بن حسين بوليله المري روح بالسلامات روح بالسلامات ولكن وصل التصريح ناصر بن معتوق بن ثنية العامري ولكن خلاص خلاص يا بوليله خلاص قفل بالسلام مع صدى صدى راشد بن حسين بن محمد بوليله المري المركز الثاني تصريح ناصر بن معتوق بن ثنية العامري المركز الثالث بن حافة وصلت على المركز الثالث منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية المركز الرابع اللي وصلت على المركز الرابع مياس سهيل بن رملي بن محمد العامري المركز الخامس اللي وصلت على المركز الخامس هي الحذرة أحمد بخلفان بن راشد بن قليط القفلي عودة إلى ساعة وصول وصول أيضا صدى معلن الفوز والانتصار بتوقيت غدر 7 دقائق 29 ثانية لراشد بن حسين بن محمد بوليله المري معلن هذا الفوز والانتصار مفازة بسيارتي هذا الشوط تصريع المركز الثاني ناصر بن معتوق بن ذرية العامري بتوقيت غدر 7 دقائق 29 ثانية وثلاثا من الأجزاء من الثانية أما اللي احتلت المركز الثالث هي من حافة منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية بتوقيت قدره 7 دقائق 29 ثانية وست من الأجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.